مساء الخير حبايب قلبي، انا وكيان حنعمل وصفه، والوصفه مره لذيذه. فحنبدا نعمل العجينه. هنا عندنا تبغي لوحدك؟ يلا يلا. عندنا نص كوب حليب دافي، مره دافي وحلو حلو زيك يا كيان. وحنحط السكر. انا بحط. طيب يلا نصبر اليوم، نصبر. ايوه حط حطي. الله نرمل. ايوه نحط الخميره. فهنا عندي ملعقه ونص سكر، وعندي ملعقه وسط من الخميره. يعطيك العافيه، شكرا. ونخلط. انا بخلط. وخمسه دقائق واتركها تتفاعل، اشوف الرغوه، وبعدين ابدا احط باقي المقادير. طيب بعد تقريبا خمسه دقائق راح احط اللبن الزبادي. تفضلي حطي حطي. واحط الحليب البودره. ما عليك يا يان، هتسوي معانا الطبخه، وانا ابغاها تكون سريعه. ايوه برافو. لا زيت، زيت الزيتون. زيت الزيتون بشويش. ايوه شكرا. دقيق. الدقيق. لا السكر. هذا مو دقيق ولا سكر، سيبيه خليه. حطي الدقيق. هذا ايوه حيكون عندي تقريبا كوبين وربع او كوبين ونص من الدقيق. خلاص كيان انا ححط هذا الدقيق. انا بحطه. لا عشان التصوير. تمام تمام. احط البيكنج باودر. لا تحطي يدك على الكاميرا. ايوه ونحط الملح اخر شيء. يلا نص، شكرا، نص ملعقة صغيرة ملح، ونعلق الهوك ونعجنها مدة 10 دقائق. استني كيان، استني يا روحي، استني. أنا عارفة أنت تبي تساعديني، أنا عارفة. شيلي يدك، شيلي يدك، شيلي كيان. طيب حنخليها تنعجن مدة من 10 ل 8 دقائق. حتصير عندي عجينة شوية لينة، فراح اقول لكم بعدين ايش. Wait a minute. كان اسمها wait a minute. Wait a minute. طيب هنا بعد ما عجنت تمام، صارت عندي عجينة تشبه عجينة البيتزا، او هي عجينة البيتزا نفسها. راح اغطيها كويس مدة نص ساعة، بعدين نرجع لها. راح اقفلها واحطها على التخمير. احطها على درجة حرارة 40. كويس، يعني اتركها مدة نص ساعة، 45 دقيقة كفاية. بعد ما خمرت العجينة بدون ما اعجنها راح اشيلها واحطها هنا صينية التارت اللي انا دهنتها زيت زيتون، وافردها فيها. افردها وارجع لكم. ضغطها كويس، ابغى العجينة توصل لارضية صينية التارت، واغطيها تخمر مرة ثانية. ابغى حجمها يتضاعف، يعني ممكن 20 دقيقة أو ربع ساعة، بس أشوفها خمرت زيادة. طيب نرجع للعجينة. بعد ما خمرت ضاعف حجمها، هتروح على فرن حرارته 180 درجة لما تتحمر من تحت، وبعدين أحمرها من فوق. خلصت الفطيرة، حمرت من تحت وبعدين حمرتها من فوق. راح نقلبها، راح تخلص من الصينية. تمام، راح اتركها تبرد وبعدين ابدا اشتغل فيها. يلا نرجع لكيكتنا اللذيذة. يعني هي مو كيكة، هي فطيرة.
رح احط عليها لبنه. كميه اللبنه حتكون تقريبا 5 كرات. رح اوريكم نوع اللبنه اللي انا استخدمه، بصراحه اولادي يحبوه، يعني انا اولادي دقيقين في موضوع اللبنه هذا بزياده الله يحفظهم، فاتعب عشان اروح اجيب لهم نوع كويس. كل ما اجيب لهم نوع يغيروا لي، لا 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 يا ماما ما عجبنا، ارجع عيد النوع الاول اللي متعودين احنا عليه. فاحيانا الاقيها والله واحيانا ما الاقيها، ومو اعلان ترى، ليس اعلانا، بس اللبنه فعلا لذيذه. هذه هي اللي انا معتمدتها، تمام. بعد ما حطيت عليها اللبنه فردتها على كامل الفطيره، راح ابدا احط خيار. هنا عندي خيار مقطع، احط عليها كمان طماطم. الطماطم هذه كرزية مقطعة، احط كمان نعناع كده، احطها بشكل عشوائي. واللبنة مع النعناع مع الخيار مع الطماطم، حاجة كده اخر لزازة. احط عليها كمان زيتون اخضر شرايح، هذا الزيتون بالفلفل، اخده اوزع كده برضو بطريقة عشوائية. والاضافة هذه اختيارية، بس انا يعني احس انها، وهي فعلا حتعطيها اضافة رهيبة، خبز مقلي او محمر بالفرن عشان حتذوقي القرمشة، حتذوقي نكهات لذيذة في الفطيرة هذه ان شاء الله. نحط سماق، رشة بسيطة من السماق، ما نكتر لأنه مرة حامض. وكمان أنا لسه راح أضيف عليها زعتر. خلوني أقول لكم على الزعتر هذا اللي أنا بستخدمه، تمام، راح أوريكم النوع اللي أنا بستخدمه لأنه رائع صراحة، يجنن. هذا اللي انا استخدمه جميل، لو حابين تروحوا تاخذوا قبل رمضان، مونا لرمضان روحوا خذوا واشكروني عليه بالله، لو جربتوا لي تجربوا تقولي بلقيسي ويجنن. هذا هو الزعتر، تمام، زعتر مكتوب عليه فلسطيني اصلي من اسواق التميمي، اللي ذاقته تقولي احلى زعتر تشتريه، يعني قد اشتريت انواع كثير بس الصراحه ذا الأفضل، ملوحته معتدلة، طعمه رهيب، ممتاز ممتاز، كل شيء فيه ممتاز ما شاء الله، جربوه على ضمانتي. راح أضيف كمان، إن شاء الله ما يكون عاكس، عاكس صحيح وجدان؟ والله عاكس، بس مشكلة. رهيب رهيب، يعني طبعا دبس الرمان قد ما نحط ما يكفي. كمان راح نحط زيت زيتون شوية. ليه؟ ما تبي؟ ما بدي تحط زيت زيت. لا حط؟ طيب خلاص، وجدان ما تبغى زيت زيتون. طيب روح الغرفة الثانية. لا لا ما هحط كثير، هحط حبة بس عشان وجدان لا تزعل، لأنه هي ما تحب زيت الزيتون، يعني هذه عندنا غريبة شوية، حبة بسيطة بس. أنا دايما بعمل لها الساندويتش، يعني بنعمل أو طلعت حبة ساندويتش زي كده خلاص، ونحط فيه زيت زيتون وبتاكله وبيعجبها. خلصناها، باقي بس نقطعها ونعمل جنبها كاسة شاي. يا سلام سلم.
هذه فطيرتي خلصت. يومي يومي فطيرة عملناها بزيت الزيتون واللي فوق كمان ورشة زيت زيتون. ويا السلام. طيب خلونا ندوقها صراحة. يعني أنا كنت هختم السنابات بدون ما أذوق، بس قلت لا خلني، أنا أصلا أنا عارفة طعمها أنه لذيذ، فلازم ندوق وقول يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ممتازة، تجنن العجينة، روعة.